أنا أسطورة لريتشارد ماثيسون. تندرج هذه الرواية ضمن ثيمة نهاية الكون، كما أنها أسست لأدب الرعب الخاص بمصاصي الدماء. صدرت منتصف عقد الخمسينات، قدم من خلالها المؤلف رؤية تخيلية حينما يفقد البشر طبيعتهم متحولين إلى كائنات ليلية لا هم لها سوى الافتراس. ذلك تحول شنيع حدث جراء تفشي وباء مبهم. بعدما يفقد بطل الرواية أسرته، يغدو صيادا يقتنص المتحولين ويأوي ليلا إلى مخبئه باحثا عن علاج. استوحيت من الرواية أفلام سينمائية. منتصف عقد الستينات فيلم بعنوان الرجل الأخير في الأرض، وبداية عقد السبعينات فيلم بعنوان رجل أوميغا، وفي عام 2007 صدر فيلم بنفس عنوانها أنا أسطورة.